بس الأجواء ميلادية بالستوديو، الحبشة بالفرن، الشيف جاد عم بيسقيها، سرقت منه كم كستنا. بعد شوي حوالي الساعة 11 ربع رح نكون معكم بالحبش الأورينتال بارتو، ولكن هلأ صار معي مارك بيروتي، واليوم بدنا نحكيكم عن رموز الميلاد. صباح الخير مارك. هاي ستيف، كيفك اليوم؟ بارتو يعني مسلسل أو شيء ولا شو؟ إيه عم نعمل على مرحلتين الدانس. أوكي. إيه اليوم بلشنا بكير، مش مثل العادة منبلش كوكينج 11 ومنخلص. أوكي. لأنه بياخد وقت، بياخد وقت الدندية. وإذا ما عندك شيء تفضل معنا. لا بخبرك تيستين. بخبرك شيء عن الحبش. يلا. إيه لأنه كنت مرة عم بقرأ شغلة هيك غريبة. الحبش تخيل أنه مثلا هو بسموه بكثير من البلدان مثل عنا أنه الجيش حبش، صح؟ حبش صح. بالحبش بسموه أبارامون جيش هندي، وبتركيا بس عن جد بتركيا بسموه هندي. هندي. أوكي. وبالهند بسموه تركي، وأمريكا بسموه تركي. مش متفقين لأن ما حدا بيعرف من وين هذا البلد تبعه الأساسة. تخيلي كيف يعني. أوكي. فكل واحد سميه، مثلا نحن أخذنا ليك، نحن ما سمينا تركي مثلا، سمينا الحبش. صح. ما تعرف تاني إنه عفتي حتى بسموه هندي ببلدان بفكروا من الحبش، يمكن في كمان بلدان بفكروا من الهند، في بلدان بفكروا من تركيا. كل واحد سمي مثل ما بده ترجمه. كل واحد ترجمه. أنا بسمي الحبشة. سميها بتعطيها اسم؟ بعطيها اسم بس حرام بنقتلها وهيك. هلا اليوم هلا بعد شوي بدنا نسمي الحبشه مع شيف جهاد. بتذكر بتذكر هلا بتذكر انت بتسمي الحبش دائما. بدنا نحكي اليوم عن السمبول تبع الميلاد يلي فيهم يكونوا اوقات نباتات، فيهم يكونوا حتى حيوانات يعني. رح نفرج النباتات كثير بسرعه لانه نحن خصصنا انا وياك هسه ابو كمان فيهم حلقه عن الهو، حلقه عن الجي، فرح ارجع اذكر فيهم على السريع يعني عن الهو، نفرج صورتها وهيك. الهو يلي هي اكيد شجره كثير حلوه بنشوفها دائما على نويل، حكينا كثير عنه. ورق مع شوك ورق بلا شوك. تتذكري مع الاحمر كمان ودائما الايفر جرين. بعدين حكينا عن الجي كمان يلي المثلتو بالعربي عم بيسالونا كثير شو اسمه، بنقول عربي اسمه الهديل او الدبق. الدبق لانه البوليت بدبقوا 100%. فهول من اكثر سامبول للميلاد اكيد كنباتات. بعدين في كل شيء له علاقه بالقران، وبالقرآن لما بنعملها كان فينا اكيد نحط كمان الالوان ذاتها يعني ونباتات ذاتها. اذا ملاحظه دائما في ليمون، دائما في كل شيء كونيفير، وفي هو دائما مزبوط صح. فهلا رح نشوف غير سامبول، اوقات بنشوفهم ما بنعرف كثير ليه وهيك. شغله كثير حلوه اذا واحد بيطلع على كل انواع الحمير شو ما يكونوا، حتى لا مش مثل ما انت مفكره. حتى اذا بيطلع على الزابر مثلا، كل انواع فيهم مثل صليب ببين. هلا على هيدا الشيء اللي اسمه سيسيليان دانكي ببين بقوه، بس كل الحمير عندهم هيدا الشيء. هلا الليجند بتحكي هون فرجيك اياها، انه بتعرفي انه الحمار لعب كثير دور بالانجيل كثير كبير، صح. يلي مثلا وقتها كمان فات على اورشليم نقلهم من محل لمحل، بنقولوا انه مثل كانه هو بيساعد وقت المسيح يحمل عنه الثقل، فمشان هيك الصليب بنشوفه على الحمار. والشغله حلوه يعني لانه الحمار اذا بدنا نحكي عنه في نعمل حلقه عنه قد ايه هو، نحن هو حيوان ذكي يعني بيقولوا انه صح، وقد ايه عنده حتى سيمبوليزم بالحياه المسيحيه مش مثل ما نحن بنعتقد 100%، خاصه مثلا دينال تولى يسمع، وفي كثير يعني والصبر اللي عنده اياه يعني. الحمار حيوان كثير مميز بنشوفه كثير نحن اجمالا بالمغارة مثلا. شي نهار بنعمل عنه حلقه عن جد كثير حلو، بس لانه المشكله انه كثير صعبه، بس لازم نعمل حلقه. بعدين حيوان بنشوفه كثير ريندير، يعني هو ما لعب دور ديركت اذا بدك يعني بحياه الانجيل، بس انه هو لعب دور بعدين بسانتا كلوز بكريسماس وهيك. فاكثر شيء الريندرز عم نشوفهم قدامنا يعني هن هالحيوانات بسموها الارن يعني كمان، يلي هن حيوانات جمالا بعيشوا بالثلج وبياكلوا كثير اللي كانوا مو سول مثل الاشياء اللي بيطلعوا صخور. صاروا كثير مشهورين لما بال 1939 روبرت ماي كتب الكتاب اكيد يلي بيحكي عن نويل وهيك، وبقلبه خاصه اكيد لما نحكي عن كل هال انا حطيت اساميهم اللي بحبوا يعرفون داشر دانزر برنس، مش رح نقريهم كلهم. هن هول الريندرز حيوانات يعني بنشوفهم كيف فيهم يكونوا بالثلج وبيساعدوا سانتا كلوز اكيد يعني، وهون بنشوفهم كمان كيف الحلو كثير يعني بهيدي الصور بيكونوا عم بنبشوا ياكلوا تخيله بالثلج، عم بنبشوا على ليكان مطارح معينه مثل انواع اللي كان هن اسوسياسيون بين موس وشامبينيون يعني بيكونوا موجودين تاكلوا من هالاشياء وهيك. هلا لانه الريندرز مهمين كثير من بلدان، خاصه لما يكون في مثلا اوقات جوتس او هيك بنشوفهم، لما بنشوف هيدا الزينه اجمالا على كريسماس بتعني شيء بسموه اليول جوت او الجول بوك يعني كمان، يلي هو كثير من بلدان خاصه الاسكندنافيه الجوتس او حتى مثلا اوقات
المعزة يعني هيك بيلعبوا دور كتير مهم عندهم. كمان كرمال أكيد لأنه بتعرف أول ناس عرفوا أنه يسوع خلق كانوا المعازة صح. فمشان هيك هذا الحيوان بيلعب كمان كتير دور قوي. وليه بحطوا بيعملون بباي هذه التراديسيون؟ لأنه كمان يسوع وقت ولد كمان حطوه على باي. وهيدا الباي كتير مهمة لأنه عندها سمبوليزم كمان كتير قوي أنه هو نقى يكون على الباي. وبعدين لأنه الأنواع مزبوط. وحتى أنواع الباي اللي صار في دراسات عليهم الميتافور تبعهم هي أنه هولي نحطوا لأنه كمان هن كانوا أنتيسيبتيك أنتيميكروبيان ثم نحط على حياة لشي كمان. إذا ضل عنا وقت من نبقى منحكي عنهم. فرح فرجي صور كيف بسكندينافيا وبكتير من هالبلدان بيعملوا اليول جوت بحطون على شجر وكيف حتى بيعملوا كومبيتيسيون على اشياء كبيره. هنشوف صور ونحكي عنهم كمان. هيدا اللي عم شوفهم كيف لما بنشوف هيك زينه بكون عم بيعملوا كل هالاشياء كلها يعني. وهون بتشوف كيف بهالبلدان بيعملوا منهم على كتير كبير. واكيد في اوقات ناس شويه بتزارن وبيحرقون يعني قصد بس هولي تا يرجعوا يتذكروا اكيد كل هالخبريه اللي خبرناها بيعملوا منهم على جدا كبار يعني بيكون اكبر من البنايات اكيد وبحطون مثل ما عم نشوفوا هيك. هلا بعدين في سامبول نوال كثير بنشوفه يلي نحن بنسميه روبن عصفور. بس هو الروبن يلي بالعربي اسمه ابو الحم. روبن اذا بتطلع عليه مبين هيك بيقرب لروبن هود بيقرب روبن هود شوي. الفكره هي انه اللابس هو مبين هون الاورانج والاحمر اللي بيكون موجود عليه. هذا الشيء بيعني كمان الساكريفيس يلي يسوع بعدين بيعمله يلي هو الدم تبعه هون. مشان هيك هذا العصفور تنقى كمان لكريسماس واكيد بينحط يعني مش كيف قلنا بيتك على هذا العصفور عم بياكلوا كل شيء. فانا عم نشوفه وليك شو حلوه الصوره يعني. ليك ما اجمل ومش معقول تقوصه يعني. هلا استاذ رح اقول لك شغله، انا رح احط هالحيوان، بعرف انه انت ما بتقي بس مضطر احطه للمشاهدين. ليه كيف بتعرف؟ ما بعرف ولا بس نقيت لك صوره كثير حلوه وكثير كيوت. اوكي. يلي هي الارنيه. ارنيه. اوكي رح اشيلها بسرعه احط لك واحده هيك ما تقي لها مش حلوه. نقدر نحكي عنهم يعني شوي. فليك هون في اميكال هاي تخبرك انه بكثير من البلدان وخاصه من المانيا واحد من اكثر شيء بنشوفه على الكريسماس تري هو الارنيه. لا اوكي لانه بتلعب احنا على عيد البرباره وهيك بس تخبرك ليه لانه بفزع بس هو هون بالمره ما بتفزع الخبريه يعني رح احط لك هيدي ما هي بتفضله يعني بس هي حلوه الفكره منه في كثير اكيد ليجندز عليها رح خبرك واحده منهم. بيقولوا انه كان في نويل بده ينعمل ببيت والست البيت قررت تنظفه كثير منيح ما يكون في بقى ولا غبره ولا شيء ولما بتنطفي لازم تشيل الكرتيلات بتعرفي يعني فهن راحوا وتخبوا الكرتيلات اكيد وبس حابين كانوا يشوفوا الشجره وهيك فبعدين رح نخبرها بسرعه بيطلعوا هالكرتيلات على الشجره بدهم يشوفوها ويطلعوا الكادويات وبتعرفي فبيجوا بعدين الكرتيلات بيعملوا بتعرفي مثل التوال تبعهم هيك بيعملون بعدين بصير في مثل انه يسوع بحول هالتوال تبعهم للجيرلاند والجيرلاند يلي نحن بنعملهم على الشجر هو تنرجع نتذكر هيدا الخبريه كلها يلي هي انه لانه بتعرفي الشجر تبع كريسمس خلقه كمان بسبب كمان البروتستانت لانه الكاثوليك ما كانوا يعملوا شجر فهي كمان خلقت من المانيا الخبريه دونك على الشجره لما نحط جيرلاند في كثير بيعملوا اسوسياسيون انه الجيرلاند هن التوال تبع الارنيه يلي بعدين تلونوا مشان هيك الارنيه يلي كمان لازم له حلقه بكاملها يعني تتشوف قد ايه كمان حيوان مهم بس كمان هون عم نحكي انه على زينه على الجيرلاند يلي هن عملوهم وهيك هيدي الفكره هلا في بلانت كثير نحن بنتعجب انه هي تكون واحده من اكثر سمبول لنويل يلي هي الرومارا اوكي الرومارا ليه لانه اسمها اكليل الجبل اكليل الجبل هلا عندها اسامي غير بالعربي مثل ندلبان وحصلبان ليه بيقولوا هيك لانه هي اسمها واحد من الاسامي روز ماري يعني كانها الورده تبع مريم هي اصلا روزي مارين مشان هيك يعني ندلبان هذه الفكره تبعها الفكره وين انه الالوان الرومارا بيقولوا انه كان اصلا ابيض بالطبيعه ولما كانت مريم ويوسف هربانين مع طفل يسوع على الحمار وبدون يقتلوا كل الاولاد الصغار وهيك في مره كانوا رح يكمشوهم هن تخبوا ورا الرومارا ولانه العذراء الثيابها بيشبهوا كثير هالزهره صح فدغري تلونت بالزيت الثانيه لتحميها من الابيض لهيدا اللون تما يشوفوها تما يشوفوها اكيد هيدا ميت يعني انه هيك بخبروا الخبريه مشان هيك لحد اليوم لحد اليوم بيقولوا مثلا انه ليك الرومارا ما بيعلى اكثر من متر و80 يلي هو الطول تبع يسوع حسب هيك بعد الدراسات وبعدين كثير بلدان مثل متر و80 لا ما بعرف ما قصده بعدين كمان بسيسيليا بيعملوا بالرومارا صلبين وبيعتبروا انه هي نبته كثير مهمه ومستعمله جدا فهي واحده من السامبول تبع كريسمس نعم. يعني كمان كثير موجوده هلا في نبته قليل نحن بنعرفها مع انه وين ما كان بلبنان موجوده بسموها بالفرنسي ولا ريو يلي هي السزاب بالعربي او الفيجان اذا بتطلع عليها
هيدي النبته بيستعملوها كوم غوبيون، هيدا اللي بتعرف لما بكب الخوره مي وهيك. هيدا النبته كمان وحده من يلي بيقولوا النباتات يلي كمان بترمز للميلاد، لانه دجا هي وحده من النباتات اللي كانوا بالمنجر يعني بال شو بسموه المزود، كمان انحطت عليها مشان هيك كمان هلا بترمز للعيد وبكثير بلدان اكيد بحطوها. وفي عندنا نبته كمان يلي هي لافاند، لانه اللافاند اسمها جايه من شيء اسمه لافاري يعني كمان التنظيف والتطهير، كمان بيقولوا كانت موجوده بهيدي الباي الموجوده اكيد ليسوع وهيك، يعني هيدي وحده من النباتات كمان بحب اللافاند. هلا هون في خبريه بيستعملوها للميلاد بس هي كمان لها علاقه شويه بباك، يعني بخبروا بتعرفي هيدي الحوره يلي بنسميها حبابليه بالفرنساوي او اسبن، اذا بتطلعي لما واحد بيكون ماشي بهيك غابه دغري الهواء عم تسمعي عم ترجف صوت الورق، صوت الورق وهيك. فالخبريه بتقول انه الحوره هي كانت موجوده وين ما كان بمناطقنا وهيك. بعدين وقت قرروا وقتها سلبوا يسوع بيقولوا انه اكيد لجاوند انه الخشب يلي انسلب عليه كان من الحوره. لما هي عرفت انه هي عليها هيك رح يصير صارت ترجف، بعدها لليوم ترجف مع الهواء. سو مشان هيك كمان هي واحدة من النباتات اللي بترمز كثير للاشياء لعيد الميلاد يعني، ومنشوفها كيف لانه هي واقفه وهيك بس انه بترجف لانه عارفه شو رح يصير فيها. هيدا واحدة من النباتات اللي كثير مهمه. هلا في نبته طبيه جدا هلا وين ما كان بلبنان بفرنسا وين ما كان بيقولوا لك شاردو ماري او شاردو بيني او شوك مريم، يلي هي اذا واحد بيطلع عليها هيدي الشوكه من فوق يلي هلا جدا مستعمله لكثير اشياء. الخبريه بتقول انه اذا بتطلع لحد اليوم على الورق تبع على هيدي النبته بكل عليها اخضر وابيض اخضر وابيض. بيقولوا الخبريه خلقت انه العذراء وقتها كانت اكيد طعمه يسوع قلب شوي من الحليب تبعها على هيدي النبته وبركتها، ومشان هيك صار اسمها شاردو ماري واسمها لليوم حتى اسمها اللاتيني سيليبوم ماريانوم، يعني كمان عطوها للعذراء يعني. فكمان مشان هيك هيدي اللي بيكون عنده اياها اكيد بيحطوها وبتكون سامبول كثير لعيد الميلاد. مزبوط. هلا بعد عنا كثير يعني نباتات، واحدة منهم هي هيدي نحن اوقات نتفاجئ فيها بس الزعتر، بس مش كل الزعتر اكيد، بس الزعتر يلي هون عم نشوفه قدامنا، يعني هو بيرمز بالكنيسه بيرمز لشجاعه الطفل يسوع يلي هو حتى كان طفل راح كان يعني مش هنقطع هلا بكل خبريه بس شغله يعني كثير مهمه. الزعتر التامس مش عم نحكي عن حاله واحد بيرمز لهذا الشيء. من النباتات يلي نحطه بالمزود رح فرجيهم على السريع كمان، هيدي النبته بسموها بالعربي البدره او باد سترو يلي هي ساعدت تكون بالتبن تبع يسوع هيك. هلا هيدي النبته عندها كثير فوائد، مثلا بيقولوا بحطوها اوقات بالحليب ليصير جبنه، فرجيهم على السريع هيك لنشوفهم يعني يلي هول هن بركه النباتات في منه كذا لون كذا لون كذا خبريه. في كمان مشوف نوع من النعنع كمان اكيد بيكون مستعمل. واخر وحده رح فرجيها كثير حلوه هيدي بسموها اور ليديز مانتل لانه مثل كانت هي المعطف تبع العذراء. واخر شيء رح فرجيك وحده من النباتات اللي كثير مهمه بسموها روز دو نويل او الهيليبور يلي كمان بيقولوا انه هيدي بتصير مثل الكلوش وبتزهر بكثير من البلدان وقتها قريب على عيد الميلاد، وبكثير من البلدان ببيعوها محل بونسيتيا وهيك على كريسماس. ثانك يو مارك على الحلقه الحلوه كثير. نحن بنرجع بنشوفك نهار الخميس ان الله راد. مشاهدينا وقفه وبتكونوا مع ان تاون.